أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصصي النشاط العلمي. إذا أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا المراقبة المستمرة الثانية للأسدوس الأول. جيد، إذا الفئة المستهدفة الأولى ابتدائي، إذا المكون النشاط العلمي. جيد جدا. إذا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي في القناة يشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم أو لايك أو إعجاب لهذا الفيديو هذا. إذا على بركة الله غادي نبداو بالتمرين الأول. التمرين الأول عليه 4 نقاط. إذا السؤال يقول: أكتب تحت كل صورة اسم الحركة المناسبة. حركة ثني، حركة بسط، حركة ثني أو حركة بسط. إذا الصورة هي هذه، الصورة الأولى هي هذه، ثم الصورة الثانية هي هذه. دائما كما كنقول لكم قرأوا السؤال عدة مرات باش تفهموا الجواب، حيت الا قرينا السؤال راه تقريبا كيتعتبر نصف ديال الجواب. اذا اكتب تحت كل صورة اسم الحركة المناسبة، وما تنساوش ان هاد التمرين هذا عليه 4 ديال النقاط، يعني بشوية عليكم تتجاوبوا. اذا كما قلنا هنا حركة ثني ثم حركة بسط، شنو هو الثاني؟ الثاني هو اننا كنجمع يدينا كنجمعوها، وشنو هو البسط؟ كنسرحوها، ياك كنسرحوا يدينا. جيد، اذا الثاني هو هذا والبسط هو هذا. جيد، اذا لاحظوا معي هاد الصور هادو، هذه لاعبه او متدربه تقوم بحركه ماذا؟ البسط. في هذه الحالة هذه كتقوم بحركة البسط. إذا هي هزة في يديها، يعني ألعاب رياضية لتقوية العضلات، خاصة بتقوية العضلات. إذا هنا فهذه اللاعبة تقوم بحركة البسط، أو هذه الرياضية تقوم بحركة بسط. نكتبو هنا حركة بسط. جيد، بهذا الشكل هذا. إذن حركة، شوية عليكم الخط يكون واضح، حركة بسط، حركة بسط. وهنا عندنا تقوم بثني، لاحظوا معي هذا السهم هذا كيتجه الأعلى، السهم كيتجه الأعلى. إذا بماذا تقوم؟ تقوم بعملية ثني ذراعيها. اذا حركة ثني، اكتبوا حركة ثني او جمع حركة ثني. جيد، اذا نمر الان الى السؤال الموالي والتمرين الموالي. ده السؤال يقول: احدد نوع التنقل تحت كل صورة. اذا الجري، القفز، المشي. الجري، القفز، المشي. لاحظوا معي في هذه الصورة طفلة تلعب الحبل، لعبة الحبل. إذا فهي تنط أي تقفز. لدينا هنا طفل يمشي، يمشي عادي، طفل صغير كيمشي، داير يديه في الجيب ديالو كيمشي عادي. وهنا لدينا طفل يجري، لاحظوا معي هنا يجري، يجري وراء الكرة. إذا هنا الكرة وهو كيجري باش يشدها. جيد، إذا شنو نقول هنا في هاد الحالة ديال هاد البنت التي تقفز على الحبل؟ إذا فنوع التنقل القفز، القفز. هاد البنت كتقفز على هاد الحبل هذا، إذا القفز. غنكتبو هنا القفز. جيد، بهذا الشكل هذا. كتبوا القفز، الخط يكون واضح ياك، ما تنساوش التمرين كما كتشوفوا راه عليه 4 نقط. وهنا كما قلنا هذا الطفل هذا فهو يمشي، يمشي عادي. اذا الحركه، نوع الحركه التنقل التي يقوم بها هذا الطفل فهي حركته أو
المشي. إذن المشي نكتبه المشي بهذا الشكل، المشي يا هادي المشي. جيد، لاحظوا معي الطفل هذا فهو يجري، إذن يريد أن يلتحق بها أو يريد أن يلتحق بالكرة، إذن فهنا يقوم بعملية أو بتنقل الجري. نوع التنقل فهو الجري، يجري. إذا نكتب هنا الجري، الجري. جيد جدا. إذا شنو كتبنا؟ هذه الطفلة تقوم نوع الحركة فهو القفز، هذا الطفل الصغير نوع حركته فهي المشي، وهذا الطفل فنوع حركته هي حركة الجري. جيد، نمشيو دابا نشوفو التمرين المواليد. التمرين يقول سؤال ثالث، اكتب ما يلي. نحن فراغات، اذا غنملؤ هاد الفراغات بهذه الكلمات. اذا اكتب ما يلي، لدينا هنا الرياضة، أغذية، اصطدم أو اصطدام، اصطدام. جيد، هاد التمرين هذا فعلي ثلاثة نقاط. إذا شنو مطلوب منا هو أننا نملأ هذا الفراغ. يمكنني أو يمكنني أن أحافظ على سلامة أطرافي بي. شنو هما الأطراف ديالي؟ هما الذراعين، اليدين، الرجل، هما الأطراف. جيد، يمكنني أن أحافظ على سلامة أطرافي بتناول ماذا؟ أغذية، تناول أغذية متنوعة وكافية. إذا لكي أجعل أطرافي أو جسمي كله قويا وأحافظ عليه، فيجب علي أن أتناول الأغذية الكافية. إذا أغذية، نكتب أغذية. إذا يمكنني أن أحافظ على سلامة أطرافي بتناول أغذية. إحنا عندنا أغذية متنوعة وكافية. ثم مزاولة الرياضة، مزاولة الرياضة كذلك تقوي جسمي. إذا أكتب الرياضة، مزاولة الرياضة، مزاولة الرياضة. ثم تجنب كل اصطدام عنيف. الاصطدام هو تصادم، بحال دابا جاي طفل كيجري من هاد الجهة وطفل آخر كيجري بزربة من هاد الجهة وتصطدمو هنا، يعني تصطدمو. إذا إلا ما كانش الجسم ديالهم يعني قوي فيمكن أنهما يتأذيا. إذا تجنب كل اصطدام عنيف، اصطدام بهذا الشكل هذا، تجنب كل اصطدام عنيف. إذا جيد جدا أحبتي الصغار، بهكذا نكونوا سالين هذا الفرد هذا. نتلقاو إن شاء الله في الفرد الجاي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.